بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعظم أنواع التربية القرآنية تربية الأمة على الإيمان، بناء دولة التوحيد في قلب بني الإنسان، لأن الإنسان إنما وجد كي يوحد الله تعالى ويعبده حق العبادة. ولا ريب أن القرآن المكي هو قرآن البناء والتكوين، يبني دولة الإيمان في القلوب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وحديث جبريل في هذا ظاهر، عندما سأل جبريل حبيبنا صلى الله عليه وسلم رسول الله خاتم الأنبياء عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إنه الإيمان الذي يبني دولة التوحيد في القلوب، إنه الإيمان الذي يربط الإنسان بخالقه، الإيمان الذي يصنع الحياة، الإيمان الذي يرقى بالنفس البشرية إلى ما يسعدها في دنياها وفي أخراها، الإيمان الذي يؤهل الإنسان لدوره الريادي القيادي في هذه الأرض، وهو مستخلف فيها حتى يؤدي حق الله تبارك وتعالى فيها. وهنا نرى أن هذا الإيمان هو الذي يسمو بالنفس الإنسانية، والإنسان يحرص على الرزق والأجل، والرزق والأجل بيد الله عز وجل، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولا شك أن هذا الإيمان هو القوة المحولة الدافعة الكبرى التي جعلت المسلمين يسيحون في جنبات الأرض وفي أمصارها، يحملون رايات التوحيد والهداية إلى العالمين، لا يبالون بالأعداء ولا يحفلون بالصعوبات التي تكتنفهم ولا بالمشقات التي تعترض طريقهم. إنها دولة الإيمان يبنيها القرآن الذي نزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.